وزعها على جزيئات المادة. طيب يبقى في حاجة اللي هي الكيميكال فيدنج، اللي هي إضافة المادة المروبة قبل على المية قبل ما تدخل الخزان، بحيث إن بيتم مزج سريع لها. يبقى خلال الخزان ده تم توزيع المادة المروبة على كافة جزيئات العوالق الموجودة في المية، فتم عمل إزالة ومعادلة للشحنات الموجودة على الجزيئات. بعد كده المية بتتنقل للخزان المزج البطيء اللي هو بنسميه الفلاكوليشن. بيتم في الخزان ده الجزيئات بقى قضينا على الشحنات، فالجزيئات ممكن تنجذب لبعضها بقوة فان دير وول فورس، الجذب الطبيعي. والمادة المروبة بتتحول لمادة هيدروكسيد، المادة دي جيلاتينية ولها خاص سلامية، فبتجمع أو تكنس معاها الجزيئات ديت وتكون جزيء كبير. الجزيء الكبير ده بنسميه فلوكس. الجزيء ده ما بيترسبش بقى في الفلاكوليشن، بيروح لخزان اسمه السيديمنتيشن، بيتم ترسيبه لبقى جزيء كبير، بيبدأ بيترسب بسرعة كبيرة، فخلال ساعتين 3 ساعات بيتم ترسيبه في خزان السيديمنتيشن. بعد كده المية تروح الفلتر، لو في أي رواسب بقى أو في أي حاجة في المية بيتم إزالتها في الفلتريشن. وبعد كده تبقى المية جاهزة للاستخدام. طب ممكن يكون نفد بعض الكائنات الحية البكتيريا، نضيف كلور ونخزن المية في خزان أرضي نسحبها بيه، وبعد كده نبدأ نضخها بواسطة الهاي ليفت بامب. يبقى محطة التنقية بتاعتنا اللي احنا هنصممه فيها، هنبدأ أول حاجة احنا خدناها النهاردة تصميم اللي هي الكيميكال فيدنج اللي هو الألم سوليوشن تانك. بعد كده المحاضرة الجاية إن شاء الله هناخد تصميم الرابيد ميكسينج والسلو ميكسينج، المحاضرة اللي بعدها السيديمنتيشن اللي هو خزان الترسيب، وبعد كده الفلتريشن، والمحاضرة اللي بعدها اللي هو الخزان الأرضي اللي هو في المية قبل توزيعها. يبقى وصلنا للجزء والخزان العلوي، يبقى كده خلصنا الجزء بتاع المية. يبقى بالنسبة لنا جزء المية عارفين دلوقتي ايه اللي احنا هنبدأ فيه. في حد له اي سؤال قبل ما نقفل؟ يا دكتور يا صاحبي، ايوه، هو انا ممكن ادمج عمليتين في نفس، انا اعمل حوض يعمل عمليتين في نفس الوقت او اكتر؟ بالنسبة ممكن، ما احنا لما نبدأ بقى في التصميم هنقول على عندي الفلاكوليشن والسيدمنتيشن، دول انا ممكن اجمعهم في حوض، يعني حوض بيتم فيه العمليتين، بنسميه لالي فلاكوليت اللي هو حوض الترويب والترسيب المزدوج. يعني ايه الرابيد ميكسنج ديت؟ ممكن ندمجها في الماسوره نفسها، يبقى يعني نضيف نحقن شبكة من الماده الماسورة. المرغوبه في الماسوره، فيتم ايه خلطها خلال السير. يعني ايه ده بس كلها عمليات يبقى استغل لما سرعة نبدا. الماء في الماسورة بس مش أكتر يعني. يعني ممكن احقن المايه في الماسوره او احقنها في اللو ليفت بامب قبل اللو ليفت، في الترمبات اللي هي بتاع اللو ليفت بامب نفسها لو هي قريبه من المحطه، بتعمل خلط للماده المرغوبه. بعد الترمبات ولا قبلها؟ لا، قبل الترمبات، بحيث ان الترمبات نفسها تخلط الايه الماده. بس كده هيحصل ترسيب ورا، مش دي المنطقة، نعم، مش في كده في ترسيب هيحصل ورا الترمبة، لا ما فيش مش ترسيب، انا بضيف ماده بتتقلب بس مع الميه. هو يعني انا الماده المرغوبه ديت ماده بضيفها تتقلب مع الميه، وبعد كده تروح خزان ايه ما بقى ما مش عاوزين بقى رابيد ميكسنج، تروح خزان الفلاكوليشن اللي هو التقليب البطيء عشان نكون الجزيئات الكبيرة. يعني هو يعني لو فكرت احط شابة بعد الترومبة ولا قبلها فيفضل قبلها؟ لا، ما بعد الترومبا دي حاجة بنسميها اللاين ميكسنج اللي هو المزج خلال الايه الماسورة المواسير. وبعدين جميل. هي مش الماسورة واحدة قطعة كده بتتحط في الماسورة، بيبقى فيها فتحات بحيث ان نعمل تغيير لمسارات المية حتى خلال عكس القطعة المية ديت وهي ماشية يعني. الماسورة بتضاف خلال الايه الماسورة، بس ما لهياش لها ما فيش ما بستخدمش طاقة بقى. يعني المايه مجرد انها ماشية بغير مسارات المايه في الماسورة،
فبيحصل ايه؟ تقريب للميه مع الماده المروده، تقريب سريع. تمام. يعني بحطها، لو هحطها بحطها بعد الطرد يعني، بعد الترومبه مش قبلها. ممكن قبل الطرمبه، يبقى مش محتاج القطعه اللي هي ايه؟ بتاع الانلاين ميكسنج دي. بس لو حتى قبل الترومبه مفيش، دي مش منطقه تقليب، دي احتمال في ترسيب. لا ما فيش ترسيب، ما هي ده هي اللي بيحصل ايه؟ ان انا بقلب الميه الماده المرابه اوزعها على جزيئات الميه، ما فيش الترسيب بيحصل وقت ايه؟ لما اخلي الجزيئات تتقابل مع بعضها وتبقى بسرعه قليله، وبحيث انها ما يحصلهاش تشتت، لكن الطرمبه بتعمل تشتت، انا بستخدم التشتت ده في توزيع الماده المرابه على كل الجزيئات، فمش هيحصل الترسيب، بس لازم أن تكون الطرمبه بتبقى في على الحاله وش دي ال داخل المحطه. تمام. يعني مش مثلا على بعد 5 كيلو واضيف، لا، بيبقى الانتيك زي ما بنقول زي ما المرشحه كده، الترعه وبعدين الماسوره داخله جوه المحطه وبعدين الطرمبه موجوده جوه المحطه اللي بترفع لهو الخزان. فالطرمبه دي انا بستخدمها في عمليه القطع. لكن لو مسافه كبيره 2 3 كيلو ما ينفعش. تمام. شكرا. يعني احنا لما هندرس تفاصيل الوحدات هيتضح الامور اكتر. يعني هتبدأ نفهم العملية ونفهم ايه اللي ممكن نعمله مع بعض. شكرا لك. في اي حد له سؤال تاني؟ شكرا يا رب. ماشي، طب شكرا. محدش يخرج الا لما ناخد الغياب، يعني من الجهاز يعني. في ناس خرجت دلوقتي ده. لا احنا لسه انا خرجت ودخلت يا دكتور، انا خرجت خرجت اكلمهم. لا احنا مش هنشوف، بس اللي هو هنعمل داونلود للحاضرين عندنا تمام. 8 خلاص كده، اللي عاوز يخرج اتفضل. ما هو الداونلود يا دكتور هيجيب لك الوقت اللي هم دخلوا فيه واللي خرجوا فيه، فعادي ما هو يجيب كله، يجيب كل الوقت اللي الناس دخلت من اول محاضره لاخر محاضره، بس انا عاوز هم استمروا لاخر محاضره. ان طب شاء يا الله دكتور، بالنسبه لبدايه الاسبوع الجاي بدايه المحاضره النور كان قاطع عندي يا دكتور. ما انت موجود اهو. انا موجود دلوقتي. ايه ماشي، هنعمل لها ده. اتكلم في البدايه بس كوقت ان شاء الله يمكن. واللي له اي اسئله يعني في الجزء اللي احنا عملناه ده ومحتاجه حاجه حضوري ممكن نشرحها في المحاضره ان شاء الله. تمام. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
يا شباب اقفلوا يا شباب علشان البتاع بيسجل.
المحاضرة بدأت ولا يا جماعة؟ المحاضرة بدأت يا جدعان ولا ايه؟